أغل كعادة إيه ودنكا مريكنكا عيا عديي إن مدحوينها مريكنكا جو بايدن وقرشينا يوه إن أو لهادلو بقر سلمانكا ودنكا سعودي عربية أرينتان هيا وحا أي كسو آديسا حلي مامولكا مريكنكو أو إسو ديارينا يوه إنو دابعوه وربيحين كسابسن دلكي هوريه أورا شاي بقرتو يدا سعودي عربية إيه جمال خشوغجي وريه خشوقجي عيا لبدا كون إيا سيديد يو تبانكي سيار حندراو نحاريس تكفوغ لوغو دحدلي قنسول يدا سعوديغو وكول ياهي مغالا دا إستنبول ودنكا توركيغا واربحنتا عيا سوين أهلو سوغا ياهين دلكا سحافيغا سي أي كوحري رسوه غاميها روحيغا إيا سعودي عربية أميركا دحل سوغا عاي محمد بن سلمان مستر بايدن هيا شاقيه إن او دونيو إن ديبه او اقيمه يو حريركا او دالكيسو للي يهي سعودي عربية إساقوة الماميه إن مرايكان كوه او دور بيدايو إن او ستوسا ولا تعاملو بقوركا دادا هاي بقورتو يدا سعودي عربية بنو سلمان هالكا مدحوينيه إساقا كوه ريييه او مدنان تاكوبات سينا يي محمد بنو سلمان واحدة حلسوغا بقورتو يدا سعودي عربية هيا شاه وريكا ترسان بي بي سي دا قيب تيدا عربيغا عيا واحا وشيغا يا إن أميركا دا حال سوغاه محمد بن سلمان عيا دولا دا عسان يهين دا يرتا سعوديغا انتا بدانا اونا قعان تاكو هايو بغورتو يدا ودن كيسا مدحويني هوريه مرايكان كاه حلكا كتاقي دونالد ترام عيا هوريه لوغوي دي يي إن او دقاها كفرايستي حد قدوبيا بني أهدم نموه او للحريرين يي دا حال سوغاها بغورتو يدا سعودي عربية محمد بن سلمان بلسه وحا سؤالوه ليسكوي دينا يا وحا ونقون كرو موقف كان مدحوينها لدورتي او ودن كمرايكان كاه جو بايدن او داد بداني واريما سياسة دين دين ديا من سنجيهن إن ايسان مرنب دعدونين حريركي او دونالد ترام للاها بغورتو يدا سعودي عربية إن او لياشو مدحوين جو بايدن اي حزبيجيسا ديمقراطيغا متكونا وربحن او دابعي ورقيسكا واشيتون بوست او هاكي او كشاقين جري جمال خشوغجي عيا لغو شاقي إن مامولك دونالد ترام وكارين سنوية سيديه او اقبالي لها عودسي او قيميد امير محمد بن سلمان كاسي او كوادن ان دحال سوغاها مريكان كاه لغسيو حسانة دكا الاري نيسا ان دعوة دع لغسو او قوكدها ودن كاسي أرينتان هيا عركا وكوسي شريرتي مورانكا لحريرة تلابوينكا وقاضو محمد بن سلمان دحال سوغاها بقورتو يدا سعودي عربية هي السيدة عيا ريمها سيه او جيدون تو دولة دا عصب ايه هقامين ايوه جو بايدن او آنين كسو جيدا حزبيغة ديمقراطيغة آدنا اوغا موقف دوان دونالد ترام ايا حزبيغيسا عودسيغا حسانة دا عيا سيدة وشاقيه دا واشيتون بوست واحا ديرا دا لغو ساري كيس كاردن كا بنو سلمان او مرايكانكو او قدبيي سعاده الجابري او هوري او اها سركالكا تيرسانان جيري سردونكا سعوديغا هادانا اساغو او بحصد اه كونول او ودنكا كندا ورقيسكا واشيتون بوست هيا انتاسي كوداري ان اله او اقونسيغو دا قريي او كاسو حيكتاي ان وزارة داريميها ديبادي مرايكانكا اي قرينة دا سعد كدل بطي ان اي اسو قدبيان ورقضاها دينا عشر عيقايا عدين اي كيساس كودا سي ايه قوان هوغا قارتو ان لا اقبالو عودسيغا حسانة داي بنو سلمان حلي واحدة عدالة ده اي مريكان كا اي تحقلي نيسو ان اي كيس كاسي فرتو حلقاس وحي كدن بيه وحا لفيلا ياه ان واحدة ريمه ديبا دي مريكان كا اي عودسي او ديرتو مسوليين تا واحدة عدالة دا كواسي او قوان كودو يهي هير فدرال حدية او قدن بين لهير قليو حسانة دا بنو سلمان وحا اي معنه دو تهي إن مقعيسا لغا ساري دونو كيس والبا او مرايكانكو كلوغ ليهي مدحويني هوريه ودنكا مرايكانكا دونالد ترام ايا حرير آد واناكسان للاها بنو سلمان إساقا او لآمن سنيهي إنو داند قاله او آد او بادن يلا عقبا وكو قبي بقرطو يدا سعودي عربية يدا او لحسوستو بوغشادي سي اوهو ريسي ايا تاشكي دهبكا اها اي قورتا لو سوري تاسيه او داد بادن او دوني دا كونو لي اي لادا كفارين مركلا فيريو مدحوين دل او دولت كالاتو اما بقرطو يكالاتو اي دهب انتا ليك
ama hantida inta leegay ku wareejinayso hamaamusyadii ka dhaxayay dawladaha Saudiiga iyo Mareykanka sanadihii la soo dhaafay ee uu xilka hayay madaxweyne Donald Trump ayaa waxay ahaayeen kuwa mar walba fajicisa ku ahaa arrimaha diblomaasiyadda ee dunida laakiin dad badan oo arrimaha siyaasadda indheendeeya ayaa sheegay in uu san Donald Trump iyo bin Salman midkoodna waxa si dan kalahayn muhiimadda ugu weynna Donald Trump waa arrimihiisa ganacsi si xeel dheereynay ama ba ku dadaalayay sidii uu dhaqaale badan u sameyn lahaa kaliya oo ka doorbidayay in uu dawladda Saudiiga xiriirro kala duwan oo diblomaasiyadeed oo kuwa saxda ama wajiga saxda ee dawladda Mareykanka uu la yeesho Madaxweynaha cusub ee waddanka Mareykanka Joe Biden ayaa la aaminsan yahay in uu qaadi doono tallaabooyin ka duwan kuwii uu Donald Trump qaaday iyadaa oo looga 8 sano ee xisbiga dimuqraadiga uu hayay xukunka waddanka Mareykanka ee ka horreysay 4 sano ee jamhuuriga ee uu Donald Trump horkacayay tallaabooyinkii iyo nidaamyadii ay wadamada Carabta oo Saudiga ugu horreeyay kula dhaqmi jirtay xukuumadii uu madaxweyne ku xigeenka ka ahaa Joe Biden ka hadda ah madaxweynaha dooran ee waddanka Mareykanka Dhanka kale dadka arrimaha siyaasadda indheendeeya ayaa waxa ay sheegayaan in Donald Trump iyo xukuumadiisu inta ayna saabaanka ugu dambeeya ka qaadanin aqalka cad iyo guud ahaan wasaaradaha kala duwan ee waddanka Mareykanka inay isku day doonaan inay Maxamed bin Salman u sameeyaan xasaanada ka difaacaysa in guud ahaan dambi lagaga soo oogo gudaha waddanka Mareykanka waana mid hadda ay dadaalada ugu badan ku bixin doonaan laakiin Joe Biden ayaa la aaminsan yahay inuu san gabi ahaan baarimaha si yeeli doonin ayna noqon doonto in dhabarka uu ka toogto Maxamed bin Salman oo ku naaloonayay siyaasadii 4 sano ee jahawareerka ahayd ee Donald Trump taasi oo isaga si weyn uga caawisay in uu saameyn siyaasadeed ku dhex yeesho wadamada Carabta iyo qaar ka mid ah wadamada reer galbeedka iyo waddanka Mareykanka oo waxyaabaha ay ka doonaan gabi ahaanba u fulin jiray.